رسالتي هي انه نقوي البنات بس كمان نربي الاولاد. هاي واضح، كيف حالكم؟ معكم لينا مخول، فنانة مستقلة فلسطينية من مدينة عكا، عمري 27 سنة، وأنا مغنية، ملحنة، كاتبة أغاني، ممثلة ومخرجة لفيديو كليباتي. ولدت بولاية أوهايو الأمريكية، بجيل 4 سنين أخذت أول درس بالي، بجيل 5 سنين أخذت أول درس بيانو. بجيل 16 سنة معلمت البيانو سمعتني أغني لأول مرة وقالت لي you should consider singing، فقلت اوكي. بجيل 19 سنة قررت انه this is it، انا رح اكمل بمجال الفن والموسيقى. بجيل 20 سنة اطلقت اول اغنية لإلي اسمها انت، اللي هي من كتابات جدي ابراهيم مخول، اللي انا ولا مرة سنحت لي الفرصة اتعرف عليه، بس تعرفت عليه من خلال هذا النص وتلحينه. انت في سمعي لحن خالد طيب الريح رجاء وذكر. انضمامي لجولة عروض الفريق الشهير ليتل ميكس ببريطانيا، اللي هو كان كل ليلة نغني قدام 20,000 بني آدم بأرينا مختلفة ببريطانيا، افتتاح عرض لويل سميث عند دي جي جاز الجيف، ولليوم بعدي على تواصل مع ويل سميث. افتتاح عرض لفرقة كوين وآدم لامبرت، وكمان one tiny thing، أليشيا كيز shared one of my videos. وفي أغنية اللي جدا عجبتني اسمها هولي وور، واجت لي فكرة انه انا اكتب منها جزء اللي هو بالعربي وانشره على صفحتي. نشرته على صفحتي، طبعا عملت لها تاج، بعثت لكل التيم تبعها على كل محل. واحدة من الليالي تليفوني فقع notifications، واكتشفت انه أليشيا كيز shared my video على تويتر، على الانستغرام وعلى الفيسبوك. وبهذا اليوم انا كنت حاضرة اموت، خلص انا يعني حققت احلامي. طوبة طوبة تعمر الجدار، بكرة راح نتحدى ونكسر الأسوار، إيدي بإيدك يا حبيبي نحمل الأشعار، أنا ع قلبك مش غريبي حاسس انتصار. Maybe we should love somebody. مشروع يوم هو عبارة عن مشروع اللي بلش بالحجر الصحي الأول، كنت بحاجة أكون على تواصل مع جمهوري عن طريق موسيقتي وفني، ففكرت هيك بيني وبين نفسي ونزلت على الستوري عندي، طلبت من متابعيني ابعتولي نصوص، وأنا من الجهة الثانية رح أتحدى نفسي أختار نص واحد كل يوم أعدله ألحنه وأنزله عندي كأغنية حقيقية. حتى إن كان بدك ترجع حبك أطرش ما رح اسمع، لا تتأمل إني مثلاً بستناك، كل شي فيك كان يعجبني ودع وتلاشى من قلبي تمزع، طلع بعيد على قمر ولا أحياء تملك، صار الليل يمر بسرعة كتير والقمر بطل حتى هو يهدي. رحت على الاستوديو، كتبت كمالة النصوص، كملتهن لحتى يكونوا بطول كامل، وسجلتهن بهاي كواليتي بالاستوديو. من بعدها قلت اوكي، مدام احنا هيك عم نتحدى نفسنا، عم نتحدي نفسك وعم تعملي اشي اللي هو جديد كليا، لازم تعملي كمان 10 ميوزك فيديوز. حبيت اسمع بهالاغاني وادور علينا بين هالكلمات، إشي كل هالقد يشبهني ويذكرني بحالتي بين كل هالحالات. إنجاز كتير كبير لإلي بمسيرتي الفنية هو إنه 80% من كاتبين أغاني مشروع يوم هني كاتبات بين الأجيال 15 سنة ل 55 سنة. هذا إنجاز جدا كبير بعالم الموسيقى، في نقص عظيم بالكاتبات والملحنات والمنتجات النساء،
وأنا هون هالقد كنت فخورة بنفسي وفخورة بمتابعاتي. أهدافي هي بعالم الموسيقى الكبير هي أني أرجع أعرض مع أكبر فنانين العالم على أكبر مسارح العالم وأوصل لأكبر عدد من الجماهير. أنت ابني طريقك، ما تمشيش بطرق اللي ناس تاني رسمت لك إياها. أنت ارسم طريقك، جرب، اتعب وحقق وكون فخور بنفسك. هاتفون نادى بساعات السحر.